أنا أذكر لك حادثة بسيطة ولطيفة. في 82 كان هناك دخول الاحتلال المحتل الصهيوني الغاصب المؤقت إلى بيروت وإلى الجنوب. في تلك المرحلة كانت أيام عاشوراء، فكان هناك ثلة من المؤمنين يعملون تطبير ويعبرون عنا في الأخوة في لبنان بنعمل حيدر، فعلى رؤوسهم يطبروا يقولون حيدر. فأحد العلماء الأفاضل من المجاهدين قال لهم لا تطبروا بل اضربوا بها الصهيوني الغاصب. فكانوا في الليل يصيحون حيدر 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 ويضربون اليهود عدة مرات عدة عمليات. بعد أيام الإسرائيليون يرفعون شعارات على الحائط ويكتبون جائزة لمن يبلغ عن حيدر عن الإرهابي حيدر. فهكذا الإسرائيليين كانوا يتفاجؤون ولا يعرفون أسرار هذه المقاومة من أين تأتي وقوتها من أين تأتي، وهي مستمدة إلى رسول الله صلوات الله وصلواته عليه.